غاباتنا في خطر. لا يدرك العديد منا ما تتعرض له غابات العالم من تهديدات والوضع الخطير لبعض أشجارها، إذ منها التي انقرضت ومنها التي في طريق الانقراض، بما في ذلك بعض أنواع الصنوبر والبلوط والأرز. ومع النمو السكاني المتسارع نجد أنفسنا بحاجة إلى مساحة كبيرة وواسعة، فيكون الخيار الأسهل في كثير من المناطق هو استغلال الأراضي الغابوية، فتتعرض الغابات للقطع أو الحرق لتوفير المزيد من الأراضي لأغراض التنمية دون التفكير بما يلحق الطبيعة من تدمير قد يخلف أضرارا كبيرة بسبب أسلوب التنمية الذي اختاره الإنسان. ومما ينذر بانقراض الغابات الصيد العشوائي أو ما يسمى بالصيد الجائر، وكذلك التعدين على نطاق واسع، والذي غالبا ما يتطلب إزالة الغابات حتى يمكن حفر مواقع المناجم وشق الطرق المؤدية إليها، وتتم إزالة الغابات كذلك لإفساح المجال للأغراض الزراعية ولمناطق رعي المواشي وإنجاز الطرق وتشييد السدود وإحداث المناطق السكنية والصناعية. إن استخدام أراضي الغابات للأغراض الزراعية والتعدين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما هي إلا بعض الأسباب الرئيسة لتدهور الغابات، ويمكن إرجاع سبب تدهور الغابات كذلك إلى العمليات الطبيعية، على الرغم من أنه غالبا ما يرتبط ذلك بالنشاط البشري، فهذا النشاط يمكن أن يجعل الغابات أكثر عرضة للتدهور مقارنة بالأسباب الطبيعية مثل الحرائق والآفات والأمراض. ولما كانت الغابات موردا متجددا فإن بعض أشكال التدهور قابلة للعلاج، على الرغم من أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا، ومع ذلك قد يكون التدهور غير قابل للعلاج في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى فقدان دائم لبعض النظم الإيكولوجية للغابات.